سبعة أشهر وعلي زغيب لم يرى عائلته، سبعة أشهر ومحمد منذر لم يطمئن على صحة والده المريض، سبعة أشهر لم يستطع خلالها علي عباس إعالة أخيه الصغير، سبعة أشهر ودولة بكل قواها السياسية والأمنية الموجودة هنا منها والمرابضة على الحدود التركية السورية لم تستطع بعد استرجاع مواطنيها. المخطوفون وفي اتصال مع عائلاتهم كان لهم طلب متواضع، خصوصاً إذا ما قورن بالمطالب السابقة، طلب أقرب إلى استغاثة أسير اشتاق إلى أهم ما في عالم الحرية، عائلته. كيفك يا حلوة؟ حبيبي والله مشتاقين لعيونك. خلي لي عيونك يا رب. أنا شفتكم عبد المسلمين مع علي ومع نور. تقبر قلبي أنت إن شاء الله حبيبي. إذا بيحاولوا يزيدوا لنا إياه عن الطريق. خلص، مين بدك؟ النيو تي في الجديد ولا ام تي في الجديد؟ لعيونك عبكرة بتحضره. العائلات وبطبيعة الحال لبت نداء ابنائها فورا، مقررة عدم ذرف الدموع هذه المرة. اشتقت لك يا جدو كتير كتير، امتى بدك ترجع؟ وهذه ساندرا اللي انت طلبت تشوفها، قال انه عنده حفيدة بعد انه ما طلعت. هيها قولي باي لجدو اللي له حبك كتير يا جدو. عيد راس السنة، الله يجمعنا سوا ونكون نحن وياك بألف خير وبألف صحة. شو جيتوا؟ يلا بسرعة بسرعة وجيبوا، شوفكم بابا اليوم بصال اليوم. يلا بابا يلا، اليوم بابا حيشوفنا على التلفزيون. ما بدكش نبكي بابا؟ قالنا ما نبكي، بدي شوفك اليوم بابا. أنا بدي لك يا بابا أنه اشتقت لك كتير، والبيت ملك ما بيسوى شيء ما بيسوى شيء. أنا حاوب بوعدك إنه أرفع لك راسك هالسنة إن شاء الله، مثل ما قلت لي على التليفون. بدي له لبابا إنه اشتقت له كتير، بدي له إبراهيم إنه يرجعه بسلامة قريبة. بقول له لأبو علي طال الانتظار يا صاحب الدار. زعلان كتير زعلان، أنا بدي يشوفني على التلفزيون. يعني شو بدي أقول له؟ بدي أقول له ما تزعل مني وبالنا وقلبنا معك. بدي أقول له إنه الدنيا بدها صبر، بس ما في شيء غير الصبر. تقين له كتير وفقدين له يعني، وما في عد بلاو. ما تطول علينا جدو يا حنون، اشتقنا لك قبل ما ترين بكيت هالعيون. دير بالك على حالك، ما تكلمنا بشي، نحن ما اصلا لوجودك بيناتنا. قل الحمد لله نحن بخير، دير بالك على حالك، بصبر ان الله مع الصابرين. اتمنى يكون معنا قبل العيد، وبحب اقول له انه ما يقلق علينا، نحن بخير ويدير باله على حاله. احنا مشتاقين لك كثير وناطرينك، وان شاء الله تكون صحتك منيحه، ان شاء الله بترجع لنا بالسلام اليوم او بكره. صراحه علي كثير اشتقت لك، وحابب انه تكون معنا لانه انت خيرنا الكبير وما قلنا غيرك. اللي صبر يوم من الايام انه يجي مثلا يلاقي اولاده موزعين على المستشفيات بسبب اصابات، فهذا بيكون عنده قلب كبير. لأنه اليوم أنتوا لو بتعنوا كل التسعة الموجودين، لو بتعنوا شيء لحدا ما كنتوا بعدكم موجودين هونيك، ويمكن هن الأخبر. يعني إحنا بنتمنى من الله، الله سبحانه وتعالى يردوا علينا واللي كانوا عندهم بيحمون إن شاء الله. يعني أنا بيشتقت له وأنا بحبه، وأنت بده يجي بابا عارف أمتى. نحنا بدنا شغل يرجع بابا. مثل ما انت كنت جامعون انا جامعيتون، والرساله اللي كنت ماشي عليها عم كفيها، وشو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ يا امي الله يوفق ليك، يا امي الله يردك علي بالسلامه يا ابني، الله يردك علي بالسلامه يا امي. بتمنى انه شعون بابا خير وسلامه قبل العيد. ما هو بدي عيد معنا، هو بدي عيد مع اولاده ونحن بنعيد معه. وللمخطوفين التسعة الذين نأمل أن يكونوا قد شاهدوا هذا التقرير، نتمنى أن لا يأتي العام المقبل قبل أن تكونوا مع عائلاتكم. وإن كانت الدولة أضعف من أن تسترد مواطنيها، فإن إرادتكم أقوى من أي أسر وأي ظلم.